التقينا بمحمد عبد الوهاب الفتى النحيل الذي يتعثر من الخوف، يغني للحامولي ولمحمد عثمان وغيره. والتقينا بمحمد عبد الوهاب الذي جدد وبدأ يغني لنفسه. والتقينا بعبد الوهاب الذي تعلم وتثقف وعرف الحياة، ولكن أعظم ما في محمد عبد الوهاب هي الموسيقى التي صاغها جديدة في ميدان التلحين. عبد الوهاب ملحنا، كيف كانت جهوده الأولى في التلحين ولمن في البداية؟ نتكلم النهاردة عن عبد الوهاب ملحنا. طبعا أول ما ابتديت أغني غنيت من ألحان الآخرين. إزاي ابتديت تلحن لنفسك؟ هو يعني في الواقع ما أقدرش أقول إني أنا في الأول خالص غنيت لملحنين، لأن أنا في الأول قريت قرآن، والقرآن لا يعتبر ملحن باللحن المفروض إنه يكون لحن، يعني ده ارتجال. كنت أسمع الشيخ رفعت، الشيخ علي محمود، الجماعة المهمين دول، وأقرأ منهم الآيات اللي كانت بتبقى عندنا معروفة لهم في آيات معينة كده. وبعدين تندهش لو تعرف ان انا مرة لحنت خبر بتاع مأمور مركز اتنقل الى صملوط، عاوز الحن وعاوز اجرب نفسي في التلحين، طب اعمل ايه؟ فلقيت خبر انتقل حضرة المأمور الهمام ولا الضابط الهمام من مركز طنطا الى صملوط، ورحت ملحن عشان اشوف انا اعرف الحن ازاي. وكانت جريدة اسمها جريدة المقطم، يعني لا ازال اذكرها لغاية دلوقتي. وابتدأت اغني الحاجات الملحنة فعلا بقى، اللي هي نقدر نقول الحان الشيخ سيد درويش، الحاجات اللي جات لنا من الروايات ومن الادوار اللي عملها. اذا كان ادوار يبقى معناها انا هويت، انا عشقت، ضيعت مستقبل حياتي. Thank you.
واذا كانوا غنائيات نقدر نقول مثلا على قد الليل ما يطول، كان مونولوج مشهور جدا اتعرف في ذاك الوقت، مثلا زوروني كل سنه مره، يا بلح زغلول، حاجات من هذا القبيل. اذا جاز لنا ان احنا نقول له يعني انا غنيت لغيري، دي الالحان اللي انا غنيتها فعلا وكانت مش بتاعتي. في اغاني اخرى مثلا للحمولي او لمحمد عثمان غير الحان سيد درويش غنتها؟ بالضبط بالضبط، انت حطيت لي ايدي على حاجه برضو مهمه. اما كنت طالب في المعهد واما كنت بتعلم في بيتنا كنت بالقطع بحفظ التراث القديم اللي هو منه التواشيح، زي مثلا ملا الكاسات وسقاني والحاجات اللي زي دي، والحاجه الثانيه الادوار اللي كانت زي في البعد ياما وكدني الهوى وعشنا وشفنا سنين وحاجات زي دي كنا بنغنيها في نادي الموسيقى الشرقي. يعني كنت بغنيها كطالب وكنا بنعمل حفلات، او النادي بمعنى اخر بيعمل حفلات مثلا شهرية او شبه شهرية، وكان اطلع اغني من هذه الاغاني على الناس اللي هي معروفة في ذاك الوقت وجاينا من عبد الحمولي ومحمد عثمان والناس الكبار اللي زي دول. للحسن تعبت طبعي يخيل إلي إنه اللحن الأول ليا كلحن هو اللحن اللي عمله الكلام اللي عمله المرحوم أمير الشعر شوقي في ابنه أما اتجوز وعمل له زفة، وكان الزفة باللغة الدارجة مش باللغة اللي العربية طبعا اللي اشتهر بيها شوقي يعني الشاعر. يعني لا كنت كان عيد البشاير مجلسنا وليل زفافك مؤنسنا، ان شاء الله تفرح يا عريسنا وان شاء الله ايه ونفرح بك، حاجه زي فلحنتها وغنتها، وده متهيألي انه كان اول لحن انا لحنته. اتعملت اسطوانه؟ مش عارف ما افتكرش، يعني ما افتكرش. انا الاسطوانات القديمة بتاعتي قوي هي اللي غنيت فيها ويلاهما حيلتي اللي كانت للشيخ سلام حجازي، والحاجات اللي كنا برضو متوارثينها عن الناس القدامى دول. لكن يعني دي يمكن تكون اتملت في اسطوانات جراموفون، جايز جدا. يعني اول اسطوانة من تلحينك، اول اسطوانة او لحن سجل على اسطوانة كان دور او طقطوقة ولا موشح؟ هو مجموعة كانت من الحاجات مع بعض كده طلعت. يعني مليت اسطوانة مثلا، يعني نقول مثلا فيك عشر الكوتشينة، اهي دي مثلا اغنية كاملة وكانت يمكن اول اغنية غنيتها بشكل بقى فيها شيء من العلم الفني، يعني لها مذهب ولها كوبليه ولها مش عارف ايه. دي فيك عشر كوتشينا في تصوري انها كانت اول يمكن اسطوانة نزلت.
أول أغنية لعبد الوهاب غير اللي سبقوه بما فيهم سيد درويش.
كانت ايه؟ هو انا عاوز اقول انه عبد الوهاب في الواقع ما هو شخصية واحدة، يعني ما تقدرش تقول ابدا ان عبد الوهاب دلوقتي بيفكرك بعبد الوهاب من 20 سنة، من عبد الوهاب بتاع 30 سنة، عبد الوهاب بتاع 40 سنة. ما اعرفش، انا في تصوري ان انا متهيألي بكل مرة بيسموني على اسم واحد اسمه محمد عبد الوهاب. ممكن نعتبر يا جرة الوادي هي اول اغنية لعبد الوهاب بعد ما غير عن سيد درويش؟ لا، انا اعتقد انها على غصون البال، اللي هي كلمات الاستاذ احمد رامي. هي نقلة، لانها كانت نقلة شاملة. يعني ايه في شاملة؟ يعني كلام عربي يتلحن بهذا الشكل بالطريقة دي بالاسلوب ده كان جديد 100%. وبعدين التأدية والسرعة والاشياء الفنية اللي انا قلتها بصوتي، اللي كنت عاوز اقول على انه الصوت العربي اللي كان يخاف ودائما يكون الالحان بتاعته في تجاور، المقامات متجاورة، ما يقدرش ينط، ما يقدرش يقفز. لا، كسرت انا الحكاية دي وقفزت صوتي او حاجات يعني شقلبة في ال، فهو اولا تلحين قصيدة بهذا الشكل، ثانيا تأدية بهذا الشكل، دي كان شيء بالنسبة لهذا الوقت كان شيء عجيب وغريب. ليه قبل يا جارة الوادي؟ ليه افتكر قبل يا جارة الوادي؟ لا شك. طب ليه يا جارة الوادي خدت الشهرة الكبيرة دي؟ جارة الوادي خدت المكانة دي لأسباب كثيرة. أولا إنها من شعر شوقي، لا شك إنه ده له قيمة كبيرة. ثانيا إنه التساؤل، كل شيء ما يكون له أو فيه موضع لتساؤل يبقى أكثر إلى الانتشار وإلى التعمق فيه. يعني كلمة يا جارة الوادي، ايه جارة الوادي؟ قعدت الناس محتارة، جارة الوادي دي واحدة صاحبتي يعني جنبي في العمارة بصبص لها مثلا ولا ايه؟ يعني بقت حكاية موضع للكلام، ايه جارة الوادي؟ ايه جارة الوادي؟ بدرجة انهم كتبوا انه جارة الوادي معناها في جارة دي اشار اليها شوقي وهي زحلة، وهي جارة الوادي اللي هي الوادي اللي بيروح على زحلة. ادي حاجة. الحاجة التانية ان هي كانت عربية، يعني عربية ولكن يعني ما هيش عربية 100%، ولا هيش ايضا متفرنجة او متطورة 100%، يعني كانت بين يعني. بالرغم من اني خالفت فيها النظم التقليدية في النغم، لان كنت ختمتها بنغمة تختلف عن اللي انا ابتدأت به، والمفروض اني لازم انتهي بما ابتدأت به، لكن كان فيها حاجة للناس، الحركة، القفلة، الحراقة، الحاجات اللي من هذا القبيل. وبعدين ما تنساش ان دي اتعملت في لبنان، ولبنان دول سيد من يعني يعمل الدعايات العظيمة. يعني يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. يا يشبه
أحلام من ذكراك. مثلت في الذكرى وفي الكرى والذكريات صدى السنين الحاكي. ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على الرياض ولقد مررت على بربوتي غنى أكنت حيالها ألقاكي. لم أدري ما بصرف النظر عن الدعاية، هي فعلا كل واحد بيذكر هذه الفترة بيذكر يا جرت الوادي بالذات. هو جرت الوادي كمان كان لها قيمة لأنه كان طلع معها أغنيتين، يعني كان كده عبارة عن يعني تيم دخل كده. إيه هي جرت الوادي؟ كلنا نحب القمر لأحمد عبد المجيد الله يرحمه، وده كان سفير لنا في افتكر في اخر مره كان سفير في مش عارف، وخايف اقول اللي في قلبي برضه لاحمد عبد المجيد. فالثلاثه نزلوا، دي قصيده ودي مونولوج، ومونولوج برضه متغير لانه في ذاك الوقت ما كانش فيه مونولوجات يعني بهذا الشكل، ما كانش فيه يعني كلمه مونولوج بهذا الشكل ما كانش موجود. وخايف اقول اللي في قلبي طقطوقه، وطقطوقة برضو يعني كده متهيألي خفيفة ورايقة، فهي يعني حاجة دخلت كده يعني